يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في الآونة الأخيرة انتشر تعليق بعض الصور لصفة الوضوء وتعلق في المساجد، وقد توسع البعض في ذلك، فما الرأي فيها؟ صور؟ نعم، صور آدميين لا يجوز، صور ذوات الأرواح لا يجوز تعليقها، والتعليم ما حاجة إلى الصور، يعني بلغوا الناس من السذاجة وعدم النباهة إلى حد أنهم لا ما يعرفون إلا الصور، هذا ما هو صحيح، لكن هذه هواية لبعض الناس، هذه هواية لبعض الناس، وإلا ما حاجة إلى الصور. نعم.